نسألها عن تفاصيل الحوار ده. مساء الخير عليكي أستاذة ريهام حمدي. مساء النور يا شيما، ازيك؟ منورانا أكيد في كلام في الميديا، وأنا نفسي أعرف كواليس الحوار دي كانت عامل إزاي. إزاي كان دكتور خالد الله يرحمه بيتكلم معاكي واداكي معلومات؟ إزاي وصلتي له؟ إزاي قدرتي تعملي معاه الحوار ده؟ وأنا عارفة إن هو كان وقته دايما مشغول، ويعني ما كانش من الناس اللي بتحب تعمل حوارات أو بيحب الظهور قوي. دي حقيقة، احنا اخدنا وقت طويل جدا لحد ما حددنا الميعاد اللي احنا نتقابل فيه. يعني انا حبيت ان انا اعمل معاه الحوار واتصلت بيه وقلت له يا دكتور ان انا عايزه اعمل معاك حوار وكده. قال لي يا ريهام ان انا يعني انا ماليش في الحوارات، وانا بعيدة عن الموضوع بتاع الحوارات والظهور ده جدا، انا من الناس اللي بتشتغل في صمت يعني. ساعتها انا فاكره ان انا رديت عليه قلت له يا دكتور حضرتك بتبذل مجهود كبير جدا في القناه في الشغل، ولازم ده تبرزه للناس وتحس ان انت بتعمل حاجه. فقال لي خلاص ماشي انا موافق وما عنديش مشكله ان انا اعمل معاك حوار. وفعلا اخذنا وقت لحد ما حددنا الميعاد، يعني لغينا مثلا اكتر من 3 أو 4 مواعيد بسبب انشغاله، مره في اجتماع في صحيح، مره عنده حاجات تانية، فاجلنا كذا اجتماع لحد ما فعلا لقيته هو في يوم بيكلمني بيقول لي انا النهارده بقى متاح معاك. كان وقت تقريبا بعد الظهر كده. الصورة اللي احنا حاطينها دلوقتي عرضنا على الشاشة دي صورتك مع دكتور خالد، ده في النادي الاهلي؟ في النادي، يوم ما قعدنا اتكلمنا ده سوا مع بعض في الحوار. في المبنى الاجتماعي في النادي الاهلي. بالظبط بالظبط، بالظبط. بس وقعدنا اتكلمنا في اليوم ده في حاجات كتير جدا، يعني منها اللي نزل في الحوار، وكنا حتى الحوار ما كانش في الوقت ده لان كان عنده اجتماع بعديها، واتناقشنا في حاجات كتير يمكن حتى بره الحوار. يعني قعد يتكلم على حاجات كتير جدا تخص الصحافه وتخص الوضع سواء في النادي الاهلي او في الكوره عموما، واتفقنا ان احنا نكمله في وقت تاني بعد كده يعني ان شاء الله. بس للاسف يعني ربنا كان ليه اختيار تاني. الحوار لم يكتمل. طب الحوار ابتديتيه امتى مع دكتور خالد؟ الحوار ايه؟ لم يكتمل، بس ابتديتيه امتى مع دكتور خالد؟ ابتدينا تقريبا من حوالي شهر تقريبا يعني. طيب لو سألتك عن الجوانب الإنسانية اللي شفتيها في دكتور خالد وأثناء طبعا ما أنت بتجري الحوار ده أو اللقاء ده معاه؟ هو الحقيقة ما كانش أول لقاء ليا مع دكتور خالد، يعني أنا أول لقاء جمعني دكتور خالد يعني ما أعتقدش إن أنا هنساه أبدا. كنت أنا صحفية لسه جديدة وتقريبا يعني اللي يعرفوني ناس قليلين جدا، ووقفت معاه كان جوه النادي الأهلي، وأول ما سلمت عليه فلقيته بيقول لي إزيك يا ريهام، فأنا اتفاجئت إن هو عارف. فبعدين بقول له حضرتك عارفني يا دكتور؟ فقال لي طبعا. فبعدين قال لي انا قارئ جيد جدا، مش بس ان انا بشتغل في الصحافه، بالعكس انا بحب اقرا لكل الناس وبتابع كل الناس كويس جدا، شغاله في مجال الصحافه خصوصا طبعا في الرياضه عندنا، فانا بقرا كل شغلك ومتابع جيد ليك يعني. فانا استغربت جدا ساعتها، وطبعا دي كانت حاجه مفرحاني في الوقت ده قوي ان انا واقفه مع قامه كبيره زي دكتور خالد توحيد، وان هو متابع شغلي وبيشيد بيه في وقت زي ده، فكانت دافعه ليا كبيره قوي. ومن ساعتها بالعكس كان في بينا حوارات وكلام كتير جدا، وكان ساعات بيقول رايه ليا في شغل بيني وبينه، وساعات كتير كنا بنتكلم. وانا فاكره ان هو كان عنده راي ان هو كان دايما بيحب الناس اللي بتشتغل في مجال الاعلام تكون خريجه كليه اعلام. انا مش خريجه كليه اعلام حقيقه، فهو حتى انا فاكره ان هو كان في وقت من الاوقات نصحني ان انا ادخل وادرس اعلام من الاول تاني جنب بجانب الشغل بتاعي يعني. طيب لو سألتك عن أهم محاور الحوار اللي أنت عملتيه مع دكتور خالد، أو أهم النقاط اللي اتناقشتوا فيها في خلال الحوار أو اللقاء اللي عملتيه مع دكتور خالد الله يرحمه، إيه أهم النقاط اللي اتكلم فيها أو حب إن هو يبرزها في الحوار ده؟ هو الحقيقة اتكلم عن حاجات كتير، كان عنده لسه طبعا أحلام كتير لبرامج جديدة وخطط كتير كان حابب إن هو يعملها في قناة الأهلي ويطورها، وما كانش مرتضي بنسبة 100% عن أداء القناة في الوقت الحالي، وكان بيقول إن هي محتاجة تطوير ومحتاجة جهد كبير جدا لسه منه، وإن هي بتاخد أوقات كتير قوي من حياته، وقال إن هي دي الطبيعي إن هو يكون بيعمل شغل كتير أو بياخد وقت كتير من شغله، فالقناة وكيان زي الأهلي يستاهل إن هو يضحي بالوقت الكبير ده وإن هو يشتغل بالطريقة دي مع القناة يعني. اتكلم عن بداياته طبعا في الصحافة من أول ما بدأ، وإن هو غطى النادي الأهلي لفترات طويلة في بداية حياته. واتكلمنا عن خطه تطوير القناه اللي كانت في البدايه واللي عملها على كذا مرحله من المراحل بتاعتها. اتكلمنا على العناصر الجديده اللي ضمها للقناه، والحقيقه هو اتكلم عليكي بطريقه كويسه جدا معايا. اتكلم عليا انا؟ والله انا فاكره اتكلم عليكي، واتكلم ان هو جابك في ظروف صعبه للبرنامج اللي انت هتقدميه بعد اعتذار حد، وان انت حطيتي في حته غير الحته بتاعتك خالص، ومع ذلك انت كويس جدا فيها وعامله برنامج كويس وناجح على القناه.
واتكلم عن عناصر الشابة اللي بقت موجودة في القناة زي أمير وزي محمد سعيد كمان، اتكلم عليهم واتكلم ان هو شايف ان هم من الناس الوجوه الصاعدة اللي هتكون قوية جدا في مجال الإعلام الرياضي في وقت من الأوقات. اتكلم على النادي الأهلي طبعا والمبادئ بتاعته وازاي القناة تمثل مبادئ النادي الأهلي والنشء الجديد من الأهلاوية أو من القطاع الجماهير الأهلاوية، يعني ازاي ان احنا نقدر نربيها على قيم ومبادئ النادي الاهلي ونوصل لهم ده، وازاي القناه تقدر تواكب التطور التكنولوجي اللي احنا موجودين فيه في الوقت الحالي. اتكلم على حاجات كتير سواء بره الحوار للاسف اللي احنا ما قدرناش نكمله يعني او براها. يعني ريام، عايز اسالك على حاجه. يعني طول عمرنا عارفين وبنسمع ان صعب جدا ان الصحفي يعمل حوار مع صحفي، خصوصا طبعا لو كان قامه كبيره جدا زي دكتور خالد توحيد كده. الموضوع كان صعب بالنسبه لك؟ دي انا قلت له الكلمه دي على فكره، يعني كان في بعض الاسئله الثانيه اللي انا كنت بتكلم معاه فيها واحنا بنتكلم، فقعدت قلت له يعني حضرتك بتجاوب اجابات مثاليه يعني يا دكتور، يعني دي صعوبه ان انت تكون صحفي وتقعد تحاور صحفي زيك وخصوصا ليه خبره كبيره في المجال زي حضرتك، فانا عارفه ان انا هاخد منك اجابات مثاليه غير الاجابات اللي انا هبقى متخيله ان انا هاخدها في وقت من الاوقات. يعني في اسئله ثانيه ممكن هتاخد بقى عناوين مهمه او ترافيك والحاجات دي، لا بس هو كان حريص جدا على كل اجاباته، حريص قوي ان هو ما يجرحش اي حد كان موجود قبل كده او اي حد عمل شغل مش قد كده، يعني كان حريص جدا في كل كلامه. وكان بيختار وبينتقي كلماته جدا جدا وهو بيتكلم معايا. صحيح، هو ده طبعه. بشكرك جدا استاذه ريهام حمدي، صحفيه في موقع يلا كوره، نورتينا في كلام في الميديا ونرد